ما زلنا مع النادي الاهلي وجهازه الطبي اللي بيطمن اداره النادي الاهلي وايضا الاداره الفنيه على حاله ياسر ابراهيم بعد انتهائه من البرنامج التاهيلي اللي قام تنفيذه بعد العوده من تنزانيا بعد تعرضه لاصابه كان اتعرض لكدمه اعلى الركبه خلال مباراه يانج افريكانز. وانتظم ياسر في التدريبات الجماعيه وخلاص يعني اشتملت التدريبات على جزء بدني وخططي، وده امر طبيعي جدا بيحصل لاي لاعب قبل الدخول مع قوام الفريق. اما بقى بخصوص محمد عبد المنعم فاصبح خارج الحسابات لمباراه بلوزداد غدا، لكنه هيكون ضمن القائمه اللي هتغادر الى المملكه العربيه السعوديه للمشاركه في كاس العالم للانديه، وده منطقي بدل ما ينزل. الراجل عنده شد كان واضح كبير جدا ونفذ برنامجه التاهيلي بالجري النهارده حوالين الملعب، والراجل عمل بعض الفقرات المطلوبه منه تحت اشراف الجهاز الطبي عشان يقوم بسلامه. طبعا مازال محمود متولي مدافع الفريق بيعاني من شد خفيف ويحتاج الى 5 ايام فقط قبل العوده للتدريبات الجماعيه. نروح لمونديال الانديه، حيث اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا القائمه الرسميه لفريق الاهلي اللي هتشارك رسميا في كاس العالم للانديه 2023 بمدينه جده بالمملكه العربيه السعوديه، وهتنطلق في الفتره من 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر نفسه. الاهلي هيواجه طبعا الفائز من المباراه الافتتاحيه بين الاتحاد السعودي واوكلاند سيتي، وجاءت قائمه الاهلي كالتالي: حراسه مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي، وجنبه مصطفى شوبير وحمزه علاء. اما بالنسبه لخط الدفاع هيكون خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس. خط الوسط ينضم كل من مروان عطيه، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، امام عاشور، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، واحمد كوكا. اما في الهجوم محمود كهربا، أنتوني مودست، ميرسي تاو. أما عن المستبعدين فشهدت قائمة استبعاد كل من صلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضو كريستو ومصطفى مخلوف ورضا سليم ومحمود متولي وكريم نيدفيد وزعلوك.